من القدس ينضم الينا محرر الشؤون الاسرائيليه في سكانيوز عربيه نضال كنعنا نضال نوجز معك كل هذه المعلومات والتطورات المتعلقه في وصول الهدنه والمفاوضات الاخيره الى طريق مسدود نعم كارولينا يعني أولا العرض الإسرائيلي أو العرض الأمريكي الذي قبلت به إسرائيل بالنسبة لإسرائيل أو على الأقل المصادر الإسرائيلية هو عرض مغري على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية فهو أوسع بكثير مما جاء في إطار باريس هذا ما يعنيه فعليا توسيع هامش التفاوض للوفد الإسرائيلي تقديم المزيد من التنازلات الحديث في إسرائيل عن قضية التبادل مع الأسرة من ذوي المحكوميات العالية هذه قضية مهمة لأنها يعني ستؤثر في الشارع الإسرائيلي والآن الكل يدار وفقا للانتخابات العرض الإسرائيلي هو سبعة من ذوي المحكوميات العالية مقابل كل مجندة إذا لم يكن لإسرائيل حق فيتو على الأسماء من الذي سيطلق سراحه أما إذا تنازلت حركة حماس وأعطت هذا الحق لإسرائيل فإن إسرائيل مستعدة لرفع الرقم أضعاف أي إطلاق سراح العشرات طبعا هذا هو الأهم وهناك قضية العودة إلى شمالي القطاع الآن بانتظار رد حركة حماس رئيس الموساد رئيس الشباك ومبعوث الجيش عادوا إلى إسرائيل وأيضا قضية رفح المعطلة الآن هنالك تصعيد دولي ضد اسرائيل في هذه القضيه، عندما يقول الرئيس الفرنسي بان اجلاء المواطنين بالقوه من رفح قد يعني جريمه حرب، فهذه رساله واضحه لاسرائيل، والموضوع لن يكون غائبا عن المحادثات التي يجريها وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن الذي سيلتقي ليس فقط مثيل مثيله الامريكي، وزير الدفاع الامريكي نظيره الامريكي، بل سيلتقي ايضا مستشار الامن القومي ووزير الخارجيه. وعدد من المسؤولين الامريكان بمن فيهم عاموس هوكشتين، وبالتالي زياره جالانت الى الولايات المتحده هي زياره دبلوماسيه من الدرجه الاولى، وليست فقط زياره امنيه، وبالتالي هي رساله من الولايات المتحده لبنيامين نتنياهو بان هنالك بدائل له حتى من حزب الليكود وليس فقط بني جانس، وبالتالي الان اذا كان جالانت سيتعاون مع الامريكان لايصال رسائل لنتنياهو وتهديد نتنياهو ورسم نفسه كبديل لنتنياهو وعليه ان يقدم هو الاخر تنازلات للامريكان فيما يتعلق في موضوع رفح وبالامس كانت هنالك تصريحات قويه جدا من نائبه الرئيس الامريكي كمال هاريس حول عمليه رفح بانها خطا كبير وبالتالي جالانت ايضا قبل ان يتوجه الى واشنطن حاول ان يعرض مواقف داخليه تتعلق بقانون التجنيد وفي موقف معارض تماما لنتنياهو وهو يرسم نفسه كبديل لنتنياهو ربما ايضا عبر هذا التعاون مع الجانب الامريكي. شكرا جزيلا لك من القدس محرر الشؤون الاسرائيليه في سكانيوز عربيه نضال كنعنا.